الأخطاء الشائعة اللي نشوفوها كتير في الطاولة تاع الإفطار في رمضان أنه يجي الفرد بعد صيام لساعات طويلة يكسر صيامه مثلا على سيجار. هذا الشيء مضر جدا بالجسم تاعك، بحيث أنه راح يخلي الامتصاص عندك سيء جدا لما تبدأ تأكل. خطأ آخر، الناس تروح تفطر تكسر صيامها على الماء البارد والمشروبات الباردة. هذا الشيء كذلك راح يؤدي إلى تقلص المعدة وإلى آلام في البطن، بالتالي راح يعرق لي عملية الهضم. عملية الهضم راح تكون سيئة جدا، مما يؤدي الانزعاجات في السهرة ولا في الليل، يكون عندك انتفاخ، يكون عندك آلام على مستوى البطن، بالتالي ما حش تكون مرتاح، ما حش تقدر تكمل نهارك، ما حش تقدر تكمل صلاة التراويح تاعك ولا قيام الليل تاعك بطريقة صحية وتكون مرتاح فيها.